نتحول إلى مدينة العيون، حيث أعلن النشطاء وفي ختام الملتقى المغربي الأول الداعم لمقترح الحكم الذاتي بصحراء تحت السيادة المغربية، أعلنوا عن ميلاد التنسيقية المغاربية لدعم مقترح الحكم الذاتي، حيث تهدف إلى العمل على دعم الحكم الذاتي واحترام سيادة الدول المغاربية. وفي هذا السياق قال رئيس التنسيقية أحمد ونيس وزير الخارجية التونسية الأسبق إنه فخور بإسناد هذه المهمة له، والحكم الذاتي هو الحل الجدي وذي مصداقية ويضمن استقرار المنطقة وتقدم اتحادها المغاربي، داعيا المنتظم الدولي إلى اغتنام فرصة المقترح والانخراط بجدية في ذلك. من جهة أخرى أكد هشام عبود صحفي جزائري بالقول أن الشعب الجزائري والمغربي إخوة، ولكن النظام الجزائري يريد تفريقهما وزرع الفتنة بينهما، ووصف مقترح الحكم الذاتي بالجدي والسبيل إلى خلاص المحتجزين من ويلات قيادتهم بحسب تعبيره. الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية، ننوه أيضا بالمنتخبين الممثلين الشرعيين لساكنة المنطقة، مؤمنون بأن مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 هو عين الصواب والعقل، وهي المبادرة الجادة والعقلانية لحل مشكلة طال أملها.